السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. شيء طبيعي بوي، ما في يظهر خاري. واهي ما بحرارة، وهي الصهد زيادة عن اللزوم، الشذب خيبي يعني. حتى إن كنت من نفس بقيت حاولت، ما في صدقهم يوم قالوا بوي ملينا من البلكونة، ما ملينا ما رم توقف المراد. السلام عليكم ورحمة الله بركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. أصبحت بخير وسهالة ولا أشكو من باس، وهابتني أبوي حفوفة هو العين البارحة، فلذلك الحمد لله رقدت هاك الرقاد الخفيف وأموري طيبة. جلست ويا العرب الطيبة وأمسيت وياهم، شفت الشعراء وشفت الصالونات وشفت البوتيكات وشفت بيت العين، شفنا الكرامة والحشيمة، وشفنا خدمة بني شعب ورمهم، وقبل هذا قصيدهم، والعرب كلها خير وبركة، وابطينا وياهم واستانسنا وعينا من الله خير، وشفنا اللي ما شفناه من زمان، حد ظهر في التصوير وحد ما طاع يظهر يعني، والدنيا مطرجة، كل إنسان له خصوصية. المراد إن شاء الله اليوم بيكون بعد شيء أخبار وشيء يوميات جميلة، وشيء عوق من الأعواق بعد ضرب شيء من نوع من أنواع الشير بنشرح لكم عنه، وطريقة التخلص منه، ما بطريقة الوقاية، طريقة التخلص منه، لأن هذا عوق ما منه وقاية ولا منه وقاية، الوقاية من الصعبة يا غير سبحان الله أنيا، فما له علاج غير الاجتثاث. فلذلك بنخبركم طريقة اجتثاث هالعوق، طريقة التخلص منه، وبنخبركم عن كل شيء إن شاء الله. في نفس الوقت اللي بنصور العوق هذا بنخبركم شو اسم العوق وشو يضرب من الشير بالذات، والدنيا مطرجة يلا. Good morning. صباح الخير. وين البوسة؟ لا بعد وحدة. Thank you. كيف الحال؟ تمام. تباركة. شو تسوين؟ كوبوس قولي لي. سويتي فيه شيء ريدي ولا بعد؟ لا ما وقف. ما شاء الله عليك يا تباركة. حابة تريح. خايف ها تريح خلف ولا نسير بعدين تسوي له حينه يا بيبي قالوا ميك ات ناو وين فينس في مكتبك ها وي حق منو هذا قوم فور هو ذس هذا حق انت ما تريحت انت لا حيل انت يا تريحني في دقيقه قوم لا يوم تجيب دروس وي واس دروس دروس واس شو واس شو شو سويت واس ماني معاش ماني ماني قول لي يا بيبي ذبتي ابوي لي في العين وهي عندها الكرت وهي اللي عندها البيزات زين يلا حي شو اليوم كم التاريخ بعد الناس ما قبضوا معاشات خلاص سلام بابا زمان استوي بسم الله واحد قول بسم الله بسم الله بسم الله ها شوي شوي صبر اي قول بسم الله جلع لا بسم الله وما هذا كلام تروم تقبض بيزات يلا بسم الله سجع. الله اكبر على بركة الله سلام سلام عليكم صلاح قول لحبتين لازم ما تسد وحده صلاح صلاح بعدها ما يعطوني بيزات فلوس ثاني وثالث على كل حب 10 ما يريد لك حبات يقول صباح الخير ابو ابراهيم ها I'm not good to make you show it to me لا والله لا good good 100 good 100% good عندي رقم 2 مخلوط سميد رقم 2 والله نمبر 1 ثانك يو دواركا اتس فيري جود حبيبي وي ما شاء الله ثانك يو دواركا ما تقول تبقى قهوه مالي اثنين انت تبقى قهوه ولا ما تبقى شرف وايد يا بابا وايد
بليز هذا زب يقول لك بليز بليز يقول لك يقول لك هذا عندك فنيال يقول لك لا عندك هذا فنيالك لا تستعمل فنيال ثاني هذا شوف خسرنتي هذا يا حبيبي خسرنتي يحب الفناية يتغسلن كل دقيقة من هذي بيصير وياك وين ما أدري به وين تبغى يعني على كوفي لا لا حيو جل الصبح تقول لي بعزمك على كوفي لقيت دبي دبي حيو خلي يصير دبي قبل يوم بيجي من دبي بيعزمك على كوفي مشكلة متى يعني متى اليوم بكره العيد يا العيد العيد لا بحي لكم كوبا شو يعني بحي لكم العيد يقول لك في الجمعه في العيد اللي ما فيه في اليوم اللي ما فيها عيد يكون يعني العيد ما يصادف جمعه صح خيخ خيخ بعد هذا الله يحفظكم البارحة يوم جيت انا من دبي من العين لأن هالدنيا أبوي كلها مريود هذا شيء طبيعي ما بخبركم أنا اللي لا تصوره ولا تخبر حد وهاي رطبان الحمد لله ما اليوم الصبح انزين اللي الحين بخبركم عنه هالحلوة هاي جاية من دبي ويتبعها هذا الشيء المميز اللي ماشي شراته في الدنيا العودة وظاهر أبوي من بيت بنك يسمونه بنك وساس الرنقينة اللي يطرون هالرنقينة هذا أبوي بنكها وبيته ومكانها ومنبعها نعم بيقوم علي الحاي بيقوم علي الحاي أبو محمد صاحب وصديق وعائلة طيبين مثلكم وشرواكم ما تتسوي شيء لطرشوا لنا بالرنقينة وهاي الحلوة نفس الشيء جاي من نفس البيت هذا الشيء المطرش بمناسبة عقد قران راشد علي الحاي على كريمة نقي الخوري هذا قبل كم من يوم على فكرة هذا سلك من استوت الدنيا من استوت الدنيا وقت الملكة من استوت ملكة والعرس اندبوا لإيرانهم وأهليتهم وصدقانهم وخلانهم واللي يبون له زين شو الوقت الأولي يوم بيصيرون يدعون للعرس داعي يوصل الداعي يدعو سارت حرمة تدعي تدعى أهل بالبيت هذا ما تصير خالية الحين يودون بوكي ورد ولا ودوا ويا البطاقة حلقة شوكلت ولا ودوا حلوة ولا ودوا اللي الله كاتب لنا انزين الوقت اللي خطف شو يسوون الوقت اللي خطف تصير ليه تدعى من الدق الباب فتحت لها رعية البيت شو شال في عندها شال الجفير الجفير هذا يكون ممزور قناد كل ما دعت بيت حطت يدها في الجفير وشلت قفة قناد وربطته راعية البيت اللي مستقبله الداعي في مجنع الشيلة في طرف الشيلة وهذا يعني من العادات والتقاليد سابقا عندها للمدن اللي في المدينة أما اللي في اليبل واللي في البر أنا ما أدري لكن اللي في المدينة اللي في نص البلاد يعني هذا ما يودون وما حصل قناد ودوا سكر نبات كل إنسان حسب استطاعته في السنين الأولية ودوا جفير في سكر نبات وكل من دعوا بيت حطوا لهم قفة هذه حلواتهم ووصلت من دبي لين بوظبي الله يبارك لهم ويحفظهم ويرزقهم إن شاء الله الذرية الصالحة المعرس راشد علي الحاي على كريمة نقي الخوري الخوري هذه بو الرنقينة اللي خبرناكم عنها اللي ما شي شرات رنقينة يعني بنك الرنقينة هذا مبهريس هاي رنقينة يلا يلا اصبر حان فتحتك ها شو خيست وزاري يلا ها شو شكرا لما محمد شكرا يا محمد يلا ثانك يو باي
سوي سوي يا بداي مشكورين يا جماعه مشكور يا ابو محمد مشكور الله يسلمك الحمد لله الله يسلمك ان شاء الله الله يسلمك تزعيني لما رين ولا لقيت مدري عوين الحظ عني قبل تزعيني لما رين ولا لقيت مدري عوين الحظ عني قبل يا ليتني ما شفته ولا لويته والحظ ما وقف عيوني تسعين ليلة مرين ولا لقيت مدري عوين الحظ عني قبابة يا ليتني ما شفته ولا والحظ ما وقف عيوني عبابة تسعين ليلة مرين ولا لقيت مدري عوين الحظ بطي بن سيف بن زنيد القبيسي صح ولا غلطان صح ايه الله يرحم الله يرحم سيف بن زنيد سيف بن عيد سيف بن عيد كان جميل يشابه الوليد في شويه منه سبحان الله الله يحفظه الله يحفظك هالوليد ما زينك خدت ابوي غوى الزنيدات كله خد ابوي حاز غواهم كامل ما خلى حق حد من عيالهم بعد اذنه صح شو اسمك والله مليون والنعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير اللي ما يدري ترى ما يدري واللي يدري ترى يدري واللي ما يدري الحين ما نخبره عن القصه وليش نحن نتكلم اليوم بخصوص شير الفي فاي شير الفي فاي هذا تشوفون كله صاحي رقم واحد لكن اللي ما تدرون عنه هذا المنظر هذا المنظر اللي تشوفونه انتم هذه وحده وهذه وحده الله يحفظكم انتين زين هذه سليمه ها كلهن سليمات لكن بادي المرض في وحده هنتين ثلاث وشي بعد اربع لو خمس داخل نفس الطريقه المرض هذا فيروسي الفيروس هذا اسمه بابايا ليف كيل هذا قاتل ورق الفي فاي حشرة الفيروس الله يحفظكم تجيبه ذبابة يسمونها ذبابة البيضة ذبابة يسموها ذبابة البيضة أتي وتكرمش الورق من فوق ماشيها ثبر انفضها هني تحت خلي على يم ها خلوه حط طرف من هناك زين يلا شيء ثاني هناك بعد شيء غير هناك ها هيك هناك وحده طريقه انتقال المرض هذا اتيبه الذباب البيضاء من مكان الى اخر اتي وما تضرب بالورق الكبار اتي في القلب وتضرب الورق الصغار هذا وتخليه النمونه على ما تشوفون ها. تكربش وتازم تحد من نموه وتذوي وتموت لكنه سريع العدوى فاللي عنده أي إنسان عنده إصابة من هالنوع لا يتريى أسرع ما يكون يحاول يعدم الفيفاي المصاب ويخلي الصاحي ويرش عقب مكانها لا خلي مفتوح ما يبند هي ويخلي مفتوح المكان ويرش المكان كله بمبيد حشري البيت كامل الشيرة المصابة والغير مصابة هاي الحين مش مصابة لكن لازم بترش هذه الحين مصابة فعلى ما تشوفونها أدنات الدون وطاحت
أدناة الدون وطاحت. شو السبب؟ بادي تهلك جايتنها يسمونها العديمة. فلو لا اللي ما يعرف ما يعرف، ترى الحين خبرناكم. فهذا مرض خطير يضرب الفيفاي ويعادي شير اللي فيه البيليان والطماط والكوسة، الأشياء هاي تيها العدوى. فتنش وترش ودي ثانية مرة ثانية، تنش وترش البيت كامل بالمبيد الحشري. ها شوف هذه، ها شوف ما شاء الله كم ثامرة، لكن سبحان الله ما لنا نصيب فيها، بادي الإصابة فيها. يلا 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 كامل. فعلاج اليوم بالرش فيروس بالمبيد حشري. اليوم مثلا على المساء الرش يسوي في الليل، لكن الحين مضطر ترش لازم ضروري. فترش الله يحفظكم، اللي عنده إصابة يرش في الليل، ويوم يعدي حسب 10 ايام ونشوي رش بعدين مره ثانيه. والمشافيه المهم الزراعه هاي مكانها لازم يتم تهوي وينرش عليه مبيد اللي يرش على الارض. المهم الهواء لازم يتم في هالمكان. الحمد لله هاي باجيات ما ياهن، الحمد لله هذا كله سليم. يا غير ضروري ان علاج اكيد انه بيغمضكم، بتقولون غميضة مع عليه براي لو غميضة يزول نفات، شو بتسوي؟ ما باليد حيلة ولا انه يعتدم الزرع كله، ما العلاج للتحرر العلاج. هذا ابدا مرض ما العلاج، ما العلاج ابدا، ان له علاج ما له علاج. هذه فيها ها هاي فيها كامل، هي شلها شلها كامل، ها كاملة مصابة. هي وحتى هايكا اي والله مصابات حليلهن. ما العلاج تقول بترشه ولا شيات بتحط له دواء بيغلي بخير، ما يغلي بخير ابدا. ما هذا العوق اللي ما له علاج ابدا، اشد عن اي عوق في الدنيا العوده، مرض فيروسي مره قاتل ما له علاج. الحمال اللي في الدنيا كله فيها كم الله كاتب فيها نصيب. يلا يلا تدفع خواتها، ايش بتسوي؟ اي والله حليلها، ايش بتسوي عاد؟ لا حول ولا قوة. يلا يلا يلا. اي والله غميضة، استغفر الله العظيم، لا والله لا بغميضة ولا شياته. شو يعني؟ هذا وين الله شل النصيب؟ عاد متعظمة ما شاء الله، متعظمة. متعظمة ما شاء الله. ايوه والله غيار بوليتي اقولكم سياقه يا سياقه، استغفر الله، لا والله لا بسياقه ولا شياته. هذا نصيب الواحد بوي ما ياخذ الا نصيبه. اي عاد بيعفتن هذه ايه من كثر ما تصور، وهذه ولا بعيب ولا شياته. هذا فيروس منتشر يا ينهم فيروس انا ابوه، شو يعني؟ يلا يلا. الله وبركاته، مساكم الله بالخير. ما يبالي كلام، وقفوا بتبوي الكميه الاوليه اللي طالبينها هاك اليوم تحيدونها، ما يبالي كلام. اللي من نون طلبناها، شكرا نون بعد ما قصروا. شو كانت الطلبيه؟ تحيدونها الاول. عطورات نيه من نون، عطورات نيه من نون اللي هن عباره عن كذا نوع وكذا وكذا ريحه منهن. فلذلك عبر الاوليات، واليوم طلبنا انواع مميزه اللي انا حبيتهن، اللي انا حبيت هن كل مميزات غير انا وايد يازل لي هاي. فلذلك استوى عليهم طلب مني ومن غيري، وشكرا للي طلبوا من عقبي. واللي بيوز له العرض هذا يدخل ابوي التطبيق، التطبيق موجود من تنزل اسفل الصفحه بتلقى طبوي عطر نية، دق عليه وطالع ابوي عندهم المجموعة كاملة. المضرب الواحد ب69 درهم، 69 درهم مجموعة كاملة من جميع الروايح، سعره ترى وايد زين. واللي اهم عن هذا وهذاك انه ظاهر من نون، يعني ريحته مبه به مب، هذا الريح الطياري صدقنا ريحته موافجة، طعم سعره موافج.
أقل عن 70 درهم، درهم يعني 69، يغير ريحته أخير عن مليون عطر من هالغلاية. ترى مقياس السعر مش على الجودة، لا، مقياس السعر هم مسوين لأن إنتاجهم وتصنيع نون، فلذلك هم باريب العملاء، باريب عملاهم، فلذلك تلقط ريحة مميزة وسعر مميز. هذا 69 قبل كود الخصم، من تحط الكود مال خصم الخالدي بيتيك أبوي هبات الريح وبيك أبوي السعر المميز. ولا تنسون نون أبوي الشريان اللي يغذي اقتصاد دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. لا تقول عنب ولا هبهانس، هذا بيغذي قطرة على قطرة يظول غدير. تقولون شو الجديد في الموضوع؟ الجديد الله يحفظكم اللي خلاني يتكلم اليوم إن شيء تخفيضات على جميع الأجهزة الإلكترونية. مثلا عندكم شركة أو ماركة أبل منزلة سماعات، لابتوبات، ساعات، واللي عشقهم في السوني الألعاب بلاي ستيشن بعد موجودة، اللي يعشقون ماركة سامسونج تحيدونها نون مرضية بوي كل الأذواق، اللي يعشقون ماركة سامسونج يعني لهم لابتوبات وساعات بعد من عندهم، ناهيك عن الاكسسوارات اللي تخص الموبايلات كلهن من شواحن وقواعد ووايرات وستاندات، كل ما يخطر في بالك من الإلكترونيات كل موجود عندهم. التخفيض اللي موجود من 10 إلى 70%، التخفيض من 10 إلى 70% لين تاريخ 2/8، لين تاريخ لا بعد يعني بكرة ورا بكرة ولي عقبة ولي عقبة، لين تاريخ 2/8 وبعدها التخفيضات موجودة. ناهيك عن الخصم مال الخالدي، من تحط لهم أبوي الكود مالي بيجيك الخصم فوق عن الخصم اللي هم حاطينه بياض ويه ينو. في أسئلة جت بالنسبة عن الفيفاي اللي أنا عدمته اللي هن 7 أو 8 فيفايات، لا والله 11 فيفاية، 11 من 90 يتن ياهن الفيروس وتعدمهن، ما مشكلة يعني، شو يعني ما شيء طاح من ملك الله، مش مشكلة يعني. أنا الواحد ولده هن الطيب بين يدي ويموت، ما ينكر حال، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، هذا الله المعطي والله اللي ياخذ، رزق من الله سبحانه وتعالى، يوم الله يريد لك بيعطيك، يوم الله ما يريد لك والله لو تركض بيديك وريولك ما تاخذ الا نصيبك. فلذلك من 90 يت اصابه 11 ولا 10 ولا 20 ما بمشكله، حتى لو يصير انكلن فات بلا عنكم والله ولا ابتكرت، الحمد لله رب العالمين، الخير فضيل والدنيا الحمد لله مجبله بخير. فلذلك السؤال اللي حين كله وادي يسالون يقولوا لي شو سبب الاصابه هذه ولمويليت أو طريقة انتقال الفيروس هذا. هذا الفيروس كرمشة الأوراق، العوق هذا اسمه بابايا ليف كيرلز، المرض فيروس، الفيروس هذا تنقل الذباب البيضاء، الذباب البيضاء الله يحفظكم هاي تنتقل كيف؟ تنتقل أول ما تي في يكون حد زاير مكان أو حقل جريب أو شيء إصابة جريبة، فتطير الذبابة وحدة أو هنتين أو 10 ما تقدر تكتشفها في نفس الوقت، ما تقدر تكتشفها إلا من عقب ما تتكرفط الأوراق. شو تسويها؟ ما تروح حق الأوراق القديمة، لا، تصير للقلب تاكل وتقرفط تجتل الأوراق اللي توهن بين الشب، فتمتص العصارة فتتقرفط الورقة فقيرة، فتازم الأوراق الأوليات يسيرن في عرض والقلب على ما شفت ورويتكم قبل شوية. فلذلك هذا أبوي ما تلاحظون المزارع والمشاتل، المشاتل الكبيرة، المشاتل الكبيرة المحترمة، ما بأي مشاتل قبل ما تدخل البوابة، بوابة المشتل بسيارك شيء شرات الحوض شيء محدرانية فيها مواد معقمة تعقم حتى تاير سيارك وانت داخل عندهم. هذا الفيروس ما تعرف كيف انتقاله، ينتقل في اليد، في الهواء، بتاير السيارة، بالملامسة، حتى حين العامل من عقب ما يقص ويجلع الأشجار المصابة لازم أبوي هذا يعدم ويحرق الزرع هذا
ينحرج لازم يتحرجه أسب ما تبلي به مكان آخر. فلذلك تخلص من الآدمي بأسرع وقت وينرش اليوم مثلا بمبيد حشري وتتريع 10 أيام وترش ودي ثاني بعد ترش وديتين. فواللي الله كاتبه إنه بيسأل لكن إنك تعالج الشيرة هذا ما له علاج. حط يقين من الله سبحانه وتعالى إن الله بيخلف عليك بالخلف الصالح ورب العالمين هو اللي بيع العوض من عنده ما من عند بني آدم العوض أبدا من الله سبحانه وتعالى. فلذلك اللي ما لحقنا كلنا نحن وكل الصاحب والصديق والحمد لله بعد الشيء مزر لين عين اللي ماتن 11 لو 12 قورة منهن نفات لأي ما شافتن كل واحد والله والله ولا ابن الشاد وهي هي أضحك ما علي والله يا أبوك ما أشكو من باس. يلا الكومنتات توهيتني المسجات نبي نعرف شو النوع اللي خدت منه حق ناخذ منه. لا ما برويكم أنا شو اللي خدت أنا منهن ولا شياتهن. المنتج كلهن زينات الشرب خيبة وكل إنسان على ذوقه هن عظمهن 6 لو 7 أنا يازل لي 4 من قبل يازات اللي كلهن لكن ما أدري كيف أنا صممت على هالأربعة المرأة كلهن زينات وبهانس دقت ما بهاش الحكي شيء لا يذكر 60 درهم عبارة أو أقل بعد. وحتى الآدمي يوم بتهدي ولا بتودي حق حد بتعطي صاحب صديق وبتودي بتصير بتسافر ولا شيات هب لازم تتأخذ من اللي جيمت لك كتومان خذ منها اللي سعره موافق بتستعمله بتعطي صاحب وشي زين شيء منتج جميل نور أنتم. أمس وأول أمس وبكرة ولي عقبه ولي عقبه ولي لين تاريخ 3 بي لسلكم أبوي معراض راشك صبح ومسابدة شركم عسب ما تطبيق الإمارات للمزادات وايد ضروري تنزلون أبوي عندكم ومثل ما قلنا لكم لازم يستوي ترند بالنسبة للتطبيق ضروري 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 ما الله يبك ما ياخذ حيز ولا ياخذ مكان التليفون. التطبيق هالكبير ينحط أبوي في التليفون كل جديد عندهم بيجيكم مسج شو بيخسرون انتم عباره اي مسج من هالمسجات اللي ما لها معنى انتم تيكم حطوا هذا الشيء له معنى شيء مفيد بيجي رقم بيجي اشياء مصادره اشياء موجوده عندهم اشياء موجوده نص اللبس اشياء جديده كل بتلقطون عندهم شيء بيوز هب انه ما بيوز لو ما بيوز ما بقول لكم انا مصر على سبت تنزلون التطبيق ارفع الشاشة وثبت التطبيق ما بتلقط لك كل شيء يوزلك والله يا ابوكم انه شيء ينزيل اشياء بالمصادرات هاللي يلقطونها شرق وغرب تنباع بدقة رزج تقدر تبني بناية من الاشياء هاي الاشياء اللي بتحصلها تروم تبيع وتشتري تغدي ملكك تلكك تسوي بيزات البنك يقول لك بس علينا من البيزات ما يبقى كلام مالك إلا أنك ترد أبوي تثبت تطبيق وترفع الشاشة ورب العالمين بيرزقك منكم أبوي الحركة ومن الله سبحانه وتعالى البركة ارفع الشاشة على فوق يلا عشان بيع يا رك الله بعد هاي ما شاء الله على عشان بيع عاش هذا أبوي اليوم أبوي لين أكيد اليوم التأخير في الجيم لأني روحي جاي متأخر ها بعد الجيم خالي يوم وصلت أنا كانت الساعة 10 وشيء 10:05